كرتونة دي بتاعتك؟ اه. طيب نشوف كده فيها ايه؟ ايه رأيك بقى؟ ادي الفلوس وادي الولاعة الدهب وادي أداة الجريمة. ايه؟ لسه مصر تنكر برضو؟ وبناء عليه يحول المتهم طارق عبد الباسط حسين رقم قومي كما هو مبين أدناه إلى النيابة العامة بتهمة قتل المجني عليه قاسم يوسف رشدي، وأغلق المحضر في إسعافه وتاريخه. وبعد دقائق من دلوقتي أكون قدرت أوصل لفكرة الجريمة الكاملة. هبدأ حياة جديدة بفلوس كتير ومع الإنسان اللي حبيتها زي المجنون. كل تفصيلة مريت بيها بتعدي قدام عيني دلوقتي زي شريط السينما. رايح فين؟ حبيبتي احنا اتفقنا ان الاسئله من النوع ده ممنوع. يلا جيجي. ايه موسى؟ اتصلت بيا وهي في حالة صعبة أوي. أيوة يا داخل، عايزك تجيني دلوقتي. بقولك تعالي لي حالا. لا مش سكرانة، بس لازم تيجي. لا خلاص هقولك بعدين، يلا بسرعة. وحشتيني يا حبيبتي. بلا وحشتيني بلا زفت، انت لو كنت بتحبني كنت خلصتني منه. انت مش رئيس مباحث، بقولك بتاجر في المخدرات، عايز ايه تاني؟ ايه العبط ده؟ انا لو قبضت عليها تطلعي المولد بلا حمص، وساعتها الحكومة هتتحفظ على فلوس واملاكه. بس خلاص انا مبقتش قادرة استحمله، ده بيخني مع اي حد، عارف يعني ايه مع اي حد؟ انت بتحبيه ولا ايه؟ أحبه إيه بس؟ بس شكلي وبرستيجي قدام الكلاب بتوعه. أنا خلاص مش قادرة، عايزة أنتقم منه بأي طريقة. ما أنتِ لو كنتِ تقدري تخليه يكتب لك مبلغ كويس، وأنتِ تكتبي المبلغ ده لحد بتثقي فيه، ساعتها بقى أقبض لك عليه تاني يوم. خلاص رواية بقى. رواية بقى. كمان أدمنت كل حاجة هي بتحبها.
دخلت المكتب الصبح لقيت أمين الشرطة جايب لي ظرف مقفول. بفتحه لقيت سي دي وورقة صغيرة. ولما شغلت السي دي ده اكتشفت ان رشدي قاسم صورني انا ومراته وساب رقم تليفون غير رقم المعروف ونصحني انا كمان اكلمه من رقم مجهول. وفعلا اتصلت بيه وهددني انه هيكشف علاقتي بمراته وهيطلب محاكمتنا بتهمة الزنا لو ما ساعدتوش وامنت له دخول شحنة الهيروين للغردقة، وقال لي لو ساعدته هيطلع مراته وكمان هيديني مبلغ كويس. في الحقيقة الكلام ده ما كانش يطمن أبدا، وساعتها عرفت إن الراجل ده لازم يموت. الغريب إنه ما حكاش لمراته أي حاجة، أنا اللي بلغتها وقلت لها إني قررت أقتله، وهي بقى فرحت قوي بالقرار ده. اتصلت بيه على نفس الرقم وقلت له اني موافق بس لازم اقابله لوحدينا بشرط ما ادلغش اي حد عن المقابله دي، والا عليا وعلى اعدائي بقى. وفعلا راح مكتبه الساعه 1 بالظبط زي ما اتفقنا. دخلت القرية من نفس المكان اللي دايماً بدخل منه، مكان معلوش حراسة وظهره للصحراء. دخلت لابس نقاب عشان محدش يقدر يشوفني، وتعمدت إن ألبس جزمة عالية عشان أبان أطول من طولي الطبيعي وأكون قريب في الطول من الناس بتشتغل كتير في القرية، يعني زي إياد مثلاً. ما كنتش عارف وقتها مين اللي هيشيل القضية، بس عارف ان القضيه كده كده تحت ايدي وهقدر اتصرف فيها. كان خايف قوي لما دخلت عليها، ما اديتوش اي فرصه وتعمدت ان اضربه كذا ضربه في الاول وبسرعه ومش في مناطق موت. قلت عشان يعني لو لبستها لواحد زي اياد مثلا يبقى منطقي انه مش عارف هو بيعمل ايه. بس في لحظات كنت مخلص ولقيت سلسله المفاتيح بتاعته على المكتب وكان فيها مفتاح الخزنة، فتحتها لقيت فيها فلوس وولعت ذهب. كنت هحتاجهم قوي بعد كده لو حبيت أخلي الموضوع يقلب سرقة، وما نسيتش قبل ما أمشي أتصل على موبايله التاني اللي بيكلمني منه. رجعت بيتي بعد ما تخلصت من النقاب ورميته في الصحراء. وخدت دش ولا كأني لي علاقة بأي حاجة، لحد ما جالي تليفون من ياسر بيبلغني بالحادثة. ألو، أيوة ياسر. لا لا مش نايم، كنت باخد دش بس. إيه؟ رشدي قاسم بتاع قرية رودي؟ طبعا أنا اللي كنت متفق إن هدير تكلم إياد وتخليه هو اللي يكتشف الحادثة. فعلا ما كنتش عارف لسه هشيلها منين.
كنتش أتخيل إني ممكن أقتل في يوم من الأيام، مع إني قتلت مجرمين وناس خارج عن القانون قبل كده، لكن إني أقتل واحد كده عادي يعني مش ممكن. بس هو بقى حطني في الموقف ده. أيوة أنا حبيت هدير وكان نفسي تبقى بتاعتي، وكنت بتجنن إن هي بتنام جنبه في سرير واحد. أصعب تحدي ليا كان ياسر لأنه كان ظابط ذكي، لكن اللي كان مطمني إنه كان بيثق فيا جدا، وأحياناً كتير كان بيلغي عقله عشان معتمد عليا. بس كان أصعب موقف هو موقف شنطة الهيروين. واتفقت مع هدير إنها تفهم إياد اللي بيحبها وبيموت فيها إن الحالة الوحيدة اللي تخليها تفكر فيه إنه يبقى راجل بجد ويقدر يخلص شنطة المخدرات ويجيبها لها قبل ما تقع في ايد اي حد تاني. انا عارف ان الموضوع صعب عليك، بس لازم تعمل كده. البضاعة هيستلمها إمام وجيهان، ولما يتم الاستلام تظهر أنت تاخد الشنطة. الشنطة دي لو عرفت تجيبها لي يبقى أنت الراجل اللي يستحق هدير. ساعتها هيبقى معانا فلوس كتير قوي، وبعد كده هاخدك وأسافر ونبتدي حياة جديدة مع بعض. خلاص تبدي علي، أنا هخلص الموضوع بسرعة. رحت وابتديت أراقب الموقف، وكنت مستني اللحظة المناسبة للتدخل. بصراحة أنا كنت حاطط كذا خطة بحيث إن الشنطة تقع في إيدي ومن غير ما أي حد يعرف إني فعلا خدتها. تصرف شهان خروجها بالشنطة سهل المأمورية. وأول ما وصلت الاسم سلمتها لأمين الشرطة اللي دخلها. حافظ عليها يا ابني في مكتبي لحد ما اجيلك. ساعتها قمت مسلك البضاعة. ياسر كان مستغرب قوي، ايه اللي ما خلانيش اروح؟ وايه حكاية الشنطة الفاضية؟ كانت علامة استفهام بالنسبة لي، بس طبعا ما شكش فيها لحظة. مين اللي يشيل القضية؟ مين؟ بالنسبة لي كان لازم واحد من التلاتة، يا إما إياد يا إمام يا الواد طارق بتاع الأمن. أكتر واحد كنت ميال إنه يشيلها إياد، ورحت زرته في مكان سكن، وكان كل همي إن أقدر أسيب ولاعة رشدي أسم الذهب اللي أنا خدتها من خزنته. كنت فاكر إن هقدر ألاقي فرصة إني أسيب الولاعة في أي مكان واستغل حالة التوتر اللي كنت خالقها لإياد، لكن بصراحة ما عرفتش. إياد ما شالش عينه من عليا لحظة واحدة وما ادانيش أي فرصة. وقتها رجعت أفكر أكتر في طارق بتاع الأمن اللي عرفت قصته من هدير، ولما كشفت عنه لقيته مسجل
اتفقت مع هدير انها تروح سكن طارق ومراته اللي في الريزورت، هم عندي في القسم، تحط له اداه الجريمه والفلوس وكمان الولعته. ساعتها بقى طلبت من سامي انه يكشف عن المسجلين، ولقيت ان ده اسهل واحد اخليه يشيل الليله دي كلها. مش هيعرف يجيب محامي شاطر، ولو نشاط اجرام واعتداء رشدي على مراته ده مبرر كافي. ده غير بقى انه اسهل حد نقدر نحط له اداه الجريمه في بيته. الموضوع كان سهل قوي، بس اكبر مشكله واجهتني ساعتها هو ان ياسر ما كانش مقتنع ومش مصدق ان واحد يحط سكينه زي دي في بيته وهو ممكن يرميها في الصحراء مثلا. عشان كده كان لازم انفذ بجدي، وفعلا قدمت استقالتي بحجه ان جالي عقد عمل مغري في الخارج عن طريق واحد قريب ليه.